نحن نطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته أولا في إدانة هذه الخطوة، وثانيا في تفعيل الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرار 2334 قبل أن تتردى الأوضاع. كما قال السيد الرئيس محمود عباس بالأمس، نحن مستعدون أن نتعامل بكل إيجابية مع هذه الحكومة على قاعدة أننا ننظر إلى أفعالها وليس إلى أقوالها، وللأسف الشديد أفعالها لا زالت تصعيدية عدوانية وكأنها امتداد للحكومات الإسرائيلية السابقة.